السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، إخواني الأكارم، قلنا أنه لا يمكن لأي مصل أن يعرف كيف يجبر الخلل والنقص والخطأ الذي يقع له في صلاته إلا إذا كان يفرق بين أمور ثلاث في صلاته، وهي الأركان والواجبات والسنن. إذا كان المصلي لا يعرف ولا يفرق بين هذه الأمور الثلاث، فلا يمكنه على الإطلاق أن يعرف كيف يرفع الخلل والنقص والخطأ في صلاته، ولا يعرف كيف يتعامل ويجبر صلاته. قلنا بالأمس يا إخواني أن الصلاة لها أركان، وعددها 14 ركنا. في المرتبة الأولى عندنا أركان، ثم في المرتبة الثانية عندنا واجبات الصلاة وعددها 9. وهذا ما ذكرته في لقاء الأمس، أن من نسي واجب من واجبات الصلاة عمدا بطلت صلاته، أما من نسيه فيسقط عنه ذلك الواجب، ولكنه يجب على المصلي أن يجبر ذلك النقص، وذلك بسجدتي السهو وتكون قبل السلام. وذكرت واجبات الصلاة 9، وشرحت ذلك بالتفصيل لمن أراد أن يرجع لفيديو الأمس. أما القسم الثالث اللي هي السنن، سنن الصلاة، وتنقسم إلى قسمين: سنن فعلية وسنن قولية. كما وعدتكم يا إخواني، الآن سأتحدث عن أركان الصلاة. وأركان الصلاة هذه مهمة، يجب على كل مصل أن يفقهها وأن يعلم أحكامها، لأن هذه الأركان يا إخواني لا تجبر بسجود السهو. لا يأتي مصلي ينسى ركن من هذه الأركان 14، ينسى ركن فيعاملها كما يعامل الواجبات 9. لا، هذه الأركان لا تسقط عمدا ولا سهوا، بل لا بد للمصلي أن يأتي بها إذا كان أثناء الصلاة، وإذا كان تذكر أنه نسي هذا الركن بعد مرور مدة فيجب عليه أن يعيد الصلاة من جديد. إذن حتى لا أطيل عليكم، نذكر هذه الأركان 14. أولها القيام في الفرض على القادر. القيام هو الوقوف، وقوموا لله قانتين. هذا الوقوف يا إخواني، عندما تقف لتصلي صلاة الفريضة، هذا القيام ركن يجب عليك، يعني لا تصح صلاة المصلي إذا لم يقم، إذا لم يقف. اللهم إذا كان عاجزا مريضا لا يستطيع الوقوف فهذا شيء آخر، هذا معذور، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: صلي قائما فإن لم تستطع، فجالسا فإن لم تستطع فعلى جنب. أما القادر الذي يستطيع فيجب عليه أن يصلي قائما، لأن بعض الناس تجده يتساهل، تجده يمشي على رجليه، فإذا ذهب ليصلي تجده يضع كرسي فيصلي على الكرسي. هذا لا يجوز، ما دام أنك تمشي على رجليك ولا تستطيع أن تصلي قائما، لا، تقف وتصلي. اللهم إذا كان عندك عذر في الركوع والسجود هذا شيء آخر، تصلي على الكرسي. أما الوقوف ما دام أنك تمشي فيجب عليك أن تصلي قائما. إذن أولا القيام في الفرض. لماذا نقول الفرض؟ يعني الصلوات الخمس. لأن النافلة القيام هذا ليس ركنا، يعني يجوز للواحد أن يصلي النافلة وهو جالس يتعمد، ولكنه عنده نصف الأجر، عنده نصف الأجر. مثلا واحد صلى التراويح جالسا تعمد، قادر ولكنه يريد أن يصلي جالسا، صلاته صحيحة ولكنه عنده نصف الأجر. صلى مثلا صلاة الشفع والوتر جالسا، قادر ولكنه صلى جالسا، صلاته صحيحة ولكنه عنده نصف الأجر. المهم النافلة لا يشترط ولا يجب القيام، يعني ليس ركنا. أما في الصلوات الخمس هذا ركن، يعني لا تصح صلاة المصلي إذا صلى جالسا وهو يستطيع الوقوف. هذا أولا. ثانيا تكبيرة الإحرام. تكبيرة الإحرام هو قول المصلي الله أكبر عند بداية كل صلاة. تكبيرة الإحرام، نحن عندما نكبر تكبيرة الإحرام نرفع أيدينا ونكبر، أليس كذلك؟ يعني نتلفظ، نتكلم، نقول الله أكبر، هكذا الله أكبر. الركن هنا هو الكلام. الركن هنا عندما نقول تكبيرة الإحرام هو
قولك الله أكبر وليس رفع الأيدي. رفع الأيدي هذا سنة سنذكره في سنن الصلاة. معناه يا إخواني واحد لم يرفع يديه هكذا مصلي وقف وقال هكذا قال الله أكبر، هل صلاته صحيحة؟ نعم صلاته صحيحة. لماذا؟ لأنه تلفظ بالتكبير، والتكبير هو الركن، التكبير هو الركن. إذن عندما نقول تكبيرة الإحرام يراد بها أنك تنطق قول الله أكبر، فهمنا؟ ولكن بالعكس لو أن أحدا رفع يديه هكذا ولكنه سكت ولم يقل الله أكبر، هل صلاته صحيحة؟ صلاته غير صحيحة لأنه لم يكبر، فهمنا يا إخواني؟ إذن أرأيتم كيف نفرق بين الأركان والواجبات والسنن؟ إذن عندما نقول الله أكبر أو نرفع أيدينا فرفع اليدين سنة والتكبير ركن. هذا ثانيا. ثالثا قراءة الفاتحة، قراءة الفاتحة في كل ركعة من ركعات الصلاة. والفاتحة تبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم وتنتهي ولا الضالين، آمين ليست من الفاتحة. قولك آمين هذه ليست من الفاتحة، آمين هذا دعاء معناه اللهم استجب، هو من سنن الصلاة وليس من أركان الصلاة. إذن الفاتحة تبدأ من بسم الله الرحمن الرحيم وتنتهي عند ولا الضالين، فهمنا؟ إذن هذه هي قراءة الفاتحة اللي هي ركن، فلا تصح صلاة المصلي إذا لم يقرأ الفاتحة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، يعني لا تصح صلاة العبد المرء إلا إذا قرأ الفاتحة في كل الركعات، في كل الركعات سواء كانت الصلاة سرية أو جهرية، سواء كنت إماما أو مأموما أو منفردا تصلي وحدك، سواء للرجال أو للنساء، أو حتى صلاة الجنازة التكبيرة الأولى تقرأ الفاتحة. إذن يا إخواني صلاة الفاتحة تقرأ في كل الركعات، في كل الركعات سواء كان سرا أو جهرا في البيت في أي مكان، كل صلاة كل ركعة تقرأ فيها الفاتحة من بسم الله الرحمن الرحيم إلى ولا الضالين. هذا ثالثا. رابعا الركوع. الركوع هو معروف، هو الانحناء، يعتبر ركن من أركان الصلاة. خامسا الرفع من الركوع، الرفع من الركوع، هذه الحركة عندما أرفع، هذه الحركة هذا الفعل هو ركن. أما قولك سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد هذا واجب، ذكرناه أمس، رأيت؟ أتحدث عن الحركة الرفع من الركوع ركن، أما الكلام الذي أقوله واجب. إذن رابعا الرفع من الركوع. خامسا الاعتدال قائما، ليس ترفع فقط ثم تخر ساجدا، إنما ترفع من الركوع ثم تعتدل قائما، يعني تعود العظام إلى أماكنها والمفاصل إلى أماكنها، تعتدل جيدا. ولا تصح الصلاة من رفع ولم يعتدل، فالكثير من المصلين يرفع من الركوع ولا يعتدل ولا يقف ولا يستوي جيدا، فترفع ثم تسجد صلاتك غير صحيحة. إذن هذا خامسا. سادسا السجود أتحدث عن الحركة. السجود يكون على سبعة أعظم، على سبعة أعضاء، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، يعني على سبعة أعضاء. أولها الجبهة والأنف والكفان، ليس الذراعان، لا تسجد على الذراع، لا تضع الذراع على الأرض، إنما الذي تضعه في الأرض أو على الأرض هو الكفان والركبتان وأطراف أصابع القدمين تضع على الأرض، يوضعان على الأرض. بعض الناس يسجد ولكنه من الخلف يرفع قدميه، صلاته غير صحيحة، لابد أن القدمين تكون هكذا يعني على الأرض، تمس الأرض. إذن هذه الأعضاء السبع لابد أن تضعها وتمس الأرض، فإذا كان عضو واحد من هذه السبعة لم يمس الأرض، يعني رفعته عن الأرض، فصلاتك غير صحيحة لأنك لم تسجد، فالسجود هذا ناقص، وإذا كان السجود ناقص وهو ركن فالصلاة ناقصة، إذن الصلاة باطلة. هذا سادسا. سابعا الرفع من السجود، هذه الحركة هي ركن، ولكن عندما تقول الله أكبر قلنا أنه واجب. ثم
الجلسة بين السجدتين، هذه الجلسة التي تجلسها بين السجدة الأولى والسجدة الثانية، هذه الجلسة هي ركن من أركان الصلاة، ركن من أركان الصلاة. ثامنا، التشهد الأخير، التشهد الأخير، وهو قراءة التحيات لله في التشهد الأخير في الجلسة الأخيرة، مثلا الصلاة الثلاثية أو الصلاة الرباعية فيها تشهدان، تقرأ التحيات لله مرتين. التشهد الأول قلنا أمس أنه واجب، من نسيه يجبره بسجود السهو قبل السلام، ولكن هذا التشهد الأخير اللي هو الجلسة الأخيرة اللي هي قبل السلام، قبل السلام، فهذا يعتبر ركن، يعتبر ركن. إذن التشهد الأخير هو أعلى مرتبة من التشهد الأول، من التشهد الأول. إذن أي صلاة، أي صلاة قبل أن تسلم لابد أن تعلم أنه التشهد الأخير ركن. فهمنا يا إخوان؟ خلاص. إذن هذا ثامنا. تاسعا، الجلوس له، هذه الجلسة التي تجلسها للتشهد الأخير والجلسة التي تجلسها حتى تسلم من صلاتك، هذه الجلسة، هذا الفعل هو ركن من أركان الصلاة، ركن من أركان الصلاة. كذلك يا إخواني من الأركان التسليمتان، التسليمتان هو قول المصلي عندما يختم صلاته، قوله السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله مرتين، التسليمتان التي تكون بالكلام. هذا الالتفات سنة، هذا الالتفات سنة من سنن الصلاة، وإنما الركن يكون بالتلفظ، معناه واحد، سلم في صلاته فقال السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، ولم يلتفت صلاته صحيحة، ولكن واحد التفت ولم يتلفظ صلاته باطلة. إذن فهمنا يا إخواني؟ إذن التسليمتان هو قول المصلي في ختام صلاته السلام عليكم ورحمة الله ولا تزول بركاته، إنما يكفي السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله مرتين. كذلك من الأركان الترتيب، الترتيب، الترتيب هو ترتيب أركان الصلاة وحركات الصلاة، لا يأتي واحد مثلا يسجد قبل ركوعه، الترتيب مهم وهو ركن من أركان الصلاة. كذلك من أركان الصلاة أختم بها اللي هي الطمأنينة، الطمأنينة، ما معنى الطمأنينة؟ الطمأنينة هي السكون وعدم العجلة وعدم السرعة، سواء في الحركات، سواء في أفعال الصلاة أو في أقوال وقراءة الصلاة. إذن لابد للواحد أن يتأنى ولا يعجل ولا يسرع في قراءة القرآن، في الفاتحة وشيء من القرآن تقرأ بتأني ولا تسرع، وكذلك لا تسرع ولا تعجل في قراءة الأذكار، أذكار الركوع والرفع من الركوع والسجود وبين السجدتين وقراءة تحيات لله والصلاة الإبراهيمية، تقرأها بتأني بهدوء ولا تسرع، ولا يجوز وحرام أن تسرع، لابد أن تطمئن تتأنى ولا تعجل. إذن هذا فيما يخص الأقوال، عدم السرعة والعجلة في الأقوال، وكذلك الأفعال، لا تصح صلاة من لم يطمئن، صلاة المسرع في صلاته الذي يسرع في ركوعه يخطفها خطفا وينقرها نقرا، عندما يرفع كذلك لا يعتدل ولا يطمئن عند الرفع من الركوع، وكذلك الذي يسجد يضع رأسه ثم يرفعه وهكذا ولا يطمئن بين الجلسة بين السجدتين، مجرد يرفع رأسه يعود إلى السجدة الثانية، هذا كله لا يصح ولا يجوز وحرام. فصلاة صاحبه، فصلاة هذا المصلي إذا كان هذا حاله صلاته باطلة. لماذا؟ لأنه أخل بالطمأنينة، والطمأنينة ركن من أركان الصلاة. إذن هذه يا إخواني 14 ركن من أركان الصلاة، أعيدها: أولا عندنا القيام، ثانيا تكبيرة الإحرام، ثالثا قراءة الفاتحة، رابعا الركوع، خامسا الرفع من الركوع، سادسا الاعتدال قائما يعني بعد الرفع من الركوع، سابعا السجود ثم الرفع من السجود ثم الجلسة بين السجدتين ثم الجلوس لها، الجلوس للتشهد، ثم التسليمتان، ثم الترتيب، ثم الطمأنينة، ثم الطمأنينة. إذن هذه هي 14 ركنا من أركان الصلاة. ولهذا الآن هذه مسألة مهمة حتى أختم بها، مثلا واحد نسي ركنا من أركان الصلاة كيف يجبره؟ مثلا أنا نسيت قراءة الفاتحة،
كبرت الله أكبر، ثم بعد ذلك ربما لم أقرأ الفاتحة قرأت سورة مكان الفاتحة وركعت. في السجود مثلا تذكرت أني لم أقرأ الفاتحة، ماذا أفعل؟ أعود فأقوم فأقف لأقرأ الفاتحة، أعود إلى الوراء فأقرأ الفاتحة. لابد أن تعود لتقرأ الفاتحة ثم تكمل صلاتك، تكمل صلاتك. الآن عندك زيادة في الصلاة، أليس كذلك؟ هذا الركوع، هذا الزيادة الذي أخطأت فيه، هذا يعتبر زيادة في الصلاة، أليس كذلك؟ هذا عندما تنتهي من صلاتك تسلم، تسجد سجدتي السهو بعد السلام، لأنه عندك زيادة، عندك حركات، عندك ركوع ورفع من الركوع لما أخطأت. خلاص. الآن مثلا أنا أخطأت، تذكرت أني لم أقرأ الفاتحة في الركعة الثانية مثلا، الله أكبر، لم أقرأ الفاتحة، قرأت سورة مكانها، ركعت ورفعت من الركوع وسجدت وأكملت الركعة، ثم قمت إلى الركعة الثانية. الآن أنا في الركعة الثانية، تذكرت أني في الركعة الأولى، في الركعة الأولى لم أقرأ الفاتحة، ماذا أفعل؟ هل أعود؟ لا. ماذا تفعل؟ هنا تلغي الركعة الأولى، لا تحسبها، لا تحسب هذه الركعة، تذهب خلاص، هي ملغات لا تحسب. إذن هذه الركعة لا تحسبها، تلغيها، تصبح كأنها لا شيء. فهمنا يا إخواني؟ إذن خلاصة القول، من نسي ركن من هذه الأركان 14 في الصلاة، إذا نسي ركن واحد، إذا تذكر في نفس الركعة، إذا تذكر في نفس الركعة يعود فيأتي به. من نسي مثلا ركوع وتذكر في السجود يعود فيركع، إذا كان في نفس الركعة، إذا كان في نفس الركعة، ثم هذه الزيادة يسجد سجدتين بعد السلام. أما من تذكر أنه نسي ركن من أركان الصلاة في الركعة الثانية أو الثالثة، الركعات الأخريات، تذكر أنه في الركعة الفلانية نسي مثلا الركوع أو نسي السجدة الثانية أو نسي قراءة الفاتحة أو نسي الرفع من الركوع، هذه الأذكار، هذه الأمور التي ذكرتها، إذا تذكر في الركعة الثانية والركعة الأخرى ماذا يفعل؟ يلغي تلك الركعة التي نسي فيها تلك الركن، يلغيها لا يحسبها. إذن هكذا تتعاملون مع أركان الصلاة. أركان الصلاة يا إخواني لا تسقط بسجود السهو، لا تجبر بسجود السهو، وإنما يجب على المصلي إذا نسي ركن واحد من أركان الصلاة أن يأتي به إذا كان في نفس الركعة، أو أن يلغي تلك الركعة إذا انتقل إلى ركعة أخرى. إذن غدا إن شاء الله سنتحدث عن سنن الصلاة، سنن الصلاة القولية ثم سنن الصلاة الفعلية. هذه السنن يا إخواني، واحد إذا نسيها أو حتى تعمد فصلاته صحيحة ولا تؤثر في صلاته. وكذلك موضوع مهم جدا. نظرونا غدا، والسلام عليكم ورحمة الله.